السلام عليكم خوتي المغاربه، انا اكادير، مرحبا بكم في قناه اكادير فلوغ. اليوم اخوتي جيت لتيكيوين، باغي نوري لكم الاشغال فين وصلوا في تيكيوين. حتى تيكيوين راه واخده حقها خوتي. المهم ها هو ستاسيون ديال شيل، انا نخليكم مع تيكيوين باش تشوفوا. هذه هي الرومبان ديال تيكيوين. هنا باغي تمشي لايتملول المطار، هنا باغي تمشي لاكادير، هنا باغي تمشي للداخله السلام. انا باغي نوريكم هاد الطريق هذه ديال الحاج بو اسايسو. المهم انا ندخليكم في السونتر ديال تيكيوين باش تشوفوا الاشغال فين وصلوا اخوت. هادي يلاه غادي تدفينا هاد الشانس. همشي معكم حتى اللفان ديالها باش تشوفوا كامل. هادي راه تبدلات هاد الطريق هادي كامله تبدلات اخوتي. داروا فيها دابا واحد لين الوسط ديال الترامباس، واحد ديال الطوموبيلات، الاخر ديال الطوموبيلات. هاد العماره جديده اخوتي اللي شافها هنا في تيكيوين، في الدخله ديال تيكيوين دايرين فيها محلات الكراء. هادي اتصالات راكم عارفينها ديال تيكيوين. انا باغي نوريكم هنا باش حيت الناس ديال تيكيوين كاين اللي بغى يشوف تيكيوين تيقولوا لي علاش كتصور غير اكادير. انا خوتي جيت لتيكيوين نصور لكم شويه في تيكيوين باش تشوفوا الاشغال فين وصلوا، وباش تعرفوا واش اكادير راه ماشي غير اكادير اللي كتصور، راه اكادير تيكيوين يتملول فين ما مشيتي. تاخذ واحد الفكره هنا هادي الكوميساريه ديال تيكيوين من ليه. هاد الميبل كامله جديده. غنمشي لكم غير مع الشانطي باش تشوفوا الاشغال في كاينين هنا بلا ما ندخل لكم مع السكاتير ديال تيكيوين. غنمشي نصور لكم شي ملاعب القارب وداكشي اللي عندهم زوين هنا. المهم اللي كاينه غادي نصوروها. شفتوا الاشغال اخوتي خدامين هنا. مرحبا بكم في قناه اكادير فلوغ. انا اخوتي راه كنصور لكم كاع المشاريع اللي عندنا هنا في مدينه اكادير. تمام جي تي ار ديالنا كان راه ديك الصحه. شوفوا تبارك الله هذه هي الدخله ديال تيكيوين. شاكي ولات غادي عاود تتقاد. غنوصل لكم حدا ديك الدار ونكمل لكم. هنا ما فيه والو، احنا وصلنا هنا اخوتي. شتي منين جينا؟ جينا ما لقنت هنا دابا فيني. ها هي هاد البلاصه هي تاع هي خدامين فيها من هنا حتى للحاجب كدوز على مدرسه جوج مارس. حبيتكم غير تكتشفوا اخوتي تيكيوين تاع هي اش فيها، راه كلها كتعاود. فاش كنقول لكم اكادير داخله غرفه هاد العمليات راه ماشي غير على السونتر فيل كنهضر، راه كنهضر على اكادير والنواحي. واخا خصني نخليكم لوسط الاحياء، وسط الاحياء فينين. شوفوا تبارك الله التريطوار قداش. نمشي لكم من ديك الجهه تشوف كي كيديروا التريطوار. جنبات كل شيء قد قد الحمد لله قادر عندنا التعاودات كامله. ربا خويا باغي نسولك واش الشركه ديال جي تي ار مغربيه ياك؟ ولكن دابا مغربيه الناس اللي خدامين هنا. شكرا اخويا الله يحفظك. انتم حيتاش ديما تنبين نتاكد انا من هذه الشركه جي تي ار تنقول لهم مغربيه تيقولوا لي لا برانيه. هي اصلا قال لي هذا برانيه ولكن كاين الفرع ديالها هنا في المغرب، ولكن راه ما كتلقاش شي واحد فرنساوي هنا خدام. راه المغاربه تبارك الله هما اللي خدامين، يعني يكونوا خداو واحد ليكسبيريونس ودابا ولا كيخدموا المشاريع ديالنا. شوفوا تبارك الله هذاك الشيء تالفين غادي. شوفوا منين جاي. كامل عباد الله تبارك الله. شوف
كاين هجر. حتى لداخل الاحياء راه قادوهم داروا لهم كامل داك ديال الزناقي، ما بقاش طرف الزنقه، حتى الناس قادو لهم حدا ديورهم. اي دار كيقادو حداها، شوف تبارك الله اكادير داخله غرفه هاد العمليات. هادي تيكي وين اخوتي؟ احنا وصلنا حدا جوج مارس، حدا مدرسة جوج مارس. بغيتكم ها تاخذوا واحد الفكره باش بنادم ما يقولش غير اكادير هما اللي كيخسروا عليها الفلوس، راه حتى تيكي وين كتخسر عليها الفلوس. شتي دابا بحال هاد الموطر هذا يجهزوا ليه كامل، ناس تيكاو عليه ويقادو عليه. كامل هادشي تعاود دابا ولا طوا. عرفتي هاد الشانتي كانت صغيرة، كانت فيها بحال هادي، كان هادي هاد المساحة. دابا راه زادو من العيد وزادو من هنا تبارك الله ما شاء الله، اللهم بارك وزيد في ذلك. كنتسناو غير الشتا طيح عندنا في أكادير، كاين شوية العجاج وشوية الريح و... يا ربي تجيب الشتا تامن عباد الله. عاوتاني من عند من جوج مارس العين فيني غنوريكم. شوف تبارك الله ها انتوما، هادو راه الاحياء. اش بنوريكم؟ غنعطيكم فكره، الاحياء ديال تيكيوين كلهم داروا لهم بحال هكا. شتيهم؟ داروا لهم بحال هكا، ما بقاش فيهم التراب. راه ما كنقطعش اخوتي، انا راه كنصور ديريكت فيديو ديريكت باش نوريكم اش كاين اش ما كاين. شتي حتى لهنا دابا باقي تيفيني وفيه، ومن ديك الجهه الثانيه شويه فينيه غنوريها لكم. انا الا بغيت ندخل اسايس المدرسه ديال جوج مارس هي هادي. ها انتم غنوريكم داك البانو، وهنا راه انفيني داك الترامباس غادي يجي حتى للحاج حتى لهذوك الديور، هذيك هي النهايه ديالو. شتي عاوتاني هنا ها ما فينا والو، هما تيقسموا طرف بطرف. شتي داك الداخل يلاه كيقادوه، وهنا دابا ها ما قربوا يفينيو. راه دخلت لكم من الدخله تاع تيكوين، اجي نوريكم هذا البانو هذا باش تشوفوا اخوتي. انتم كيف ما كتشوفوا راه ماشي غير اكادير اللي واخد حقها، راه حتى تيكوين كيقادو. مشروع تاهيل الاحياء ناقصه تجهيز تيكوين في شاطر واحد، هذا راه غير شاطر واحد اخوتي. المهم حنا قربنا نساليو حتى الفين الفان ديال الترامباس، حتى لحد هذيك الدار الصفراء اللي كتبان لكم تما. غتمشيو معايا حتى لديك الدار الصفراء باش تفهموا حتى الفين الترامباس حتى الفين غادي يوقف، فين حدو في الحجم. علاش قربت وصلت لما ما بغيتش نهز لكم هنا، راه شتوني منين جيت دابا. شتيتي كامل الداخل ديالها كامله عاودوها، وتا الزناقي راه قلت لكم اش داروا لهم، داروا لهم هذوك الجليجات حيدوا كاع شي زنقه فيها التراب كيحيدوها. ها انتوما عرفتي هاد الترامباس اخوتي منين كيبدا؟ كيبدا من حدا مارينا، من حدا مارينا في اكادير حتى لهنا حتى لفان الحاج. شي نهار خصني نركب الموطور ونجيبكم نوريكم الانطلاقه والوصول، منين كيبدا الترامباس وفي كيسالي، كيسالي حدا المصلى، المصلى ديال الحاج، هادي هي اللي تيقول لها مصلى ديال الحاج. نهار العيد اخوتي هنا في كيصليو الناس ديال تيكي وين كيعمر هنا وتيقولوا له المصلى، حتى لهنا في كيوصل. هانتوما شتو الاشغال وجيتو شتو معايا الطواله كامله ديال تيكيوين اش فيها. الترامباس ديالنا غادي يجي حتى لهنا، وبانوا لي الاحياء والله الا دايرين لهم ملاعب القرب، دايرين لهم شحال من حاجه غنصورها لكم.
ها انتم جيت معكم حتى اللفان ديال المشروع هنا. هذا هو لفان ديال الترامباس، ما عرفت فين هاد المحطه فين بيديروها اصلا. هو ما كيدورش، قالوا لي كيمشي نيشان، والشيفور اللي كيجي للقنت عاوتاني كيزرو من هاد الجهه. ما كرهناش الترامواي، ولكن يا تسيط غير كليسه الثانيه نتشلح وحده بوحده. جيبوا لنا بعدا الترامباس عاد نشوفوا الترامواي. هذا هو لفان ديال اخوتي. تما ديك الساعه بغيت نمشي للحاج، بغيت نمشي للدرارقه، بغيت نمشي هنا فين 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 سالاو الاشغال ديال الترامباس. هنا اخوتي فين سالاو باش تفهموا. جينا من ديك الدخله ديال شيل ديال تيكيوين كامل، هاد لالين هادو راه يدوز فيها الترامباس والطوموبيلات قدوها مزيان. والمهم خديتو فكره على هاد المشروع اخوتي، وشفتو تيكيوين حتى هي راه كتعاود ماشي غير اكادير، حيت شحال من واحد تيقول لي انت كتصور اكادير اكادير، هي مازال ما ساليت اكادير اخوتي باش نجي لكم النواحي. هذه هي المصله ديال تيكيوين اخوتي، كيجي الترامباس حتى لهنا. المهم كنتمنى تكونوا استفدتوا خديتوا معلومات على الترامباس ديال تيكيوين، وانا ندخل لكم على الاحياء ان شاء الله نصور لكم. وحتى لهنا كيكون الفيديو ديالنا سال اخوتي. كنشكركم على المتابعه، وما تنساوش تخليوا لي شي كومونتير على حساب التشجيع.